من المسائل المهمة لعامة الأمة، إذا قيل لك ما فائدة التوحيد على العبد في دنياه وفي قبره وفي أخراه، فقل: فائدة التوحيد الأمن والهداية، أن تأمن في قبرك، أن تهدى في قبرك إلى الإجابة على الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ خلافاً للمنافق إذا قال: ها ها لا أدري، أن تأمن في قبرك من المخاوف ومن العذاب، أن تأمن في دنياك الأمن النفسي والأمن البدني، وأن تهدى في دنياك وتوفق. الأمن في الآخرة أن تأمن من الفزع ومن غيره لا يحزنهم الفزع الأكبر، وأن تهدى يوم القيامة، ومن بين الهداية يوم القيامة كما جاء عند البخاري أن الرجل إذا دخل الجنة فوالله إنه لأهدى إلى منزله في الجنة من منزله كان في الدنيا. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا قيل لك: هل الشرك ظلم؟ فقل: نعم، إنه أعظم الظلم. قال الله عز وجل عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم؟ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله اللائق به، وهذا المشرك قد وضع العبادة في غير محلها، بل إنه قابل إحسان الله بهذه الإساءة. وأعظم إساءة وأعظم سيئة هي سيئة الشرك. إذا قيل لك: ما معنى لا إله إلا الله؟ فقل: لا معبود بحق إلا الله. لابد أن تقول بحق، لأن هناك معبودات تعبد من دون الله عبادتها باطلة. قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا قيل لك: ما معنى شهادة محمد رسول الله؟ فقل: تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما أخبر به، وأن يطاع صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به، وأن يجتنب العبد كل ما نهى وزجر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع ولا بالأهواء ولا بالذوقيات ولا بالتحسينات ولا بغير ذلك. إذا قيل لك: ما فائدة التوحيد مع قلة العمل الصالح من العبد؟ فقل: ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، إما أن يكون دخولاً للجنة قد سبق بعذاب لذنوب كانت على العبد فلم يرحمه الله وإنما عذبه بقدر ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة، وإما أن يكون دخولاً كاملاً غير مسبوق بعذاب
إذا لم تكن له ذنوب أو كانت له ذنوب فغفرها الله عز وجل له. إذا قيل لك هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ فقل نعم، فقد قال عز وجل عن الجنة أعدت للمتقين، والذي يعد موجود ومخلوق، وقال عن النار أعدت للكافرين، ورآهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج. فإذا قيل لك هل تفنى الجنة والنار؟ فقل لا تفنيان ولا تبيدان، لأن الله عز وجل لما ذكر أن أهل الجنة خالدين فيها ذكر الأبدية، وكذلك الشأن في أمر النار من أنها لا تفنى ولا تبيد فهي باقية. إذا قيل لك هل عبادتي وعملي عوض عن الجنة؟ فقل لا، وإنما جعل جل وعلا العمل الصالح سببا فقط من أسباب دخول الجنة من باب فضله وكرمه، وإلا فالعمل بذاته لا يؤهلك لدخول الجنة ولو عملت حياتك كلها. في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني من باب المعاوضة، من باب المعاوضة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. إذا قيل لك هل كلمة لا إله إلا الله تحرم العبد على النار؟ فقل نعم، لكن التحريم إما أن يكون تحريما ناقصا كما قال شيخ الإسلام، وإما أن يكون تحريما كاملا. فإذا كان للعبد ذنوب فلم يغفرها الله عز وجل له عذبه بها، ثم المآل إلى الجنة، فيكون التحريم ناقصا. لكن إن لم يكن هناك ذنوب أو كانت هناك ذنوب فغفرها الله له، فيكون التحريم على النار تحريما كاملا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كانت بغية العبد إلى الله، يعني العبادة بغية كاملة، كان التحريم على النار كاملا. وإذا كانت البغية والعبادة لله ناقصة كان التحريم ناقصة. وخذها قاعدة في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. فباختلاف الصدق يكون دخولك إلى الجنة. حديث: إذا كان خالصا من قلبه، إذا كان مستيقنا بها قلبه. وعلى هذا فقس. إذا قيل لك إذا كان التوحيد بهذه الأهمية فما الدليل على هذا؟ فقل: العالم المتبحر في العلم بحاجة إلى التذكير بفضل التوحيد، فما ظنك بعوام الناس؟ ما الدليل؟ في صحيح ابن حبان وعند الحاكم من حديث أبي سعيد أن موسى قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك وأذكرك به. فقال الله عز وجل: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. هو لم يقل هذه الكلمة من باب التقليل لشأنها، ولكن من باب تذكيره بفضل لا إله إلا الله. فقال الله عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع
وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. إذا قيل لك ما أعظم ألفاظ الدعاء التي يدعو بها العبد ربه فقل هو كل ما يتعلق بالتوحيد. والدليل أن موسى لما قال يا ربي علمني دعاء أدعوك وأذكرك به، فماذا قال جل وعلا؟ قال قل لا إله إلا الله. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي أفضل الدعاء الحمد لله. إذا قيل لك ما أنواع الدعاء الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله، من صرفه لغير الله مهما كان ذلك الذي صرف إليه مهما كان بالمنزلة عند الله، فإن من صرف هذا الدعاء فإنه مشرك بالله شركا أكبر. ما أنواع الدعاء؟ فقل دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة معروف، أن تقول يا ربي ارزقني ارحمني اغفر لي. أما دعاء العبادة فكل عبادة تقوم بها فهي دعاء. الصلاة دعاء، لكن أي دعاء؟ دعاء عبادة، لأنك ما صليت إلا ولسان حالك يقول يا ربي أدخلني الجنة ونجني من النار. ما صمت، ما حججت، ما زكيت إلا من أجل أن يدخلك الله الجنة وأن يجرك من النار. فكل عبادة هي دعاء عبادة. إذا قيل لك ما فائدة التوحيد مع كثرة الذنوب فقل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لا إله إلا الله، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فإن قيل هناك من يعذب وهو يقول لا إله إلا الله، فكما أسلفنا يكون مآله إلى الجنة. لكن لتعلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن من لديه ذنوب عظام قد لا تحصى ولا تحصر إذا قال لا إله إلا الله ثم بعد هذا القول منه قول لا إله إلا الله لم يأتي بعدها بذنوب ثم مات، تلاشت تلك الذنوب ودخل الجنة من غير أن يسبق هذا الدخول عذاب. في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيخلص الله عز وجل رجلا من أمتي، وعند ابن ماجه يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول الله عز وجل يا عبدي ألك عذر أظلمك ملائكتي؟ فيقول لا يا ربي. فقال الله عز وجل إن لك عندنا حسنة. فقال يا ربي وما تفعل هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع تلك السجلات العظام، توضع تلك البطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله في كفة،
فتطير تلك السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن هذا الرجل لما قالها وكانت عنده ذنوب عظام قالها وبعد ذلك لم يتبعها بذنوب فمات، فإن هذا الحديث يخرج على ما قال رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة. إذا قيل لك: ما هي وصية إبراهيم عليه السلام لذريته؟ فقل: التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عاقبه، يعني في ذريته، لعلهم يرجعون. بل وصى بها هو ويعقوب من بعده، لأن يعقوب من سلالة إبراهيم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بل درجت سنة وطريقة الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا كتبوا وصاياهم كتبوا من ضمنها كتبوا شهادة التوحيد لله والشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر ذريتهم من بعدهم على التمسك بالتوحيد وعلى تقوى الله عز وجل. ولذا قال عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما يقتدى به في الخير، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذا قيل لك: أهناك من لا يحاسب يوم القيامة أبدا؟ فقل: نعم، ولا يدخلون ضمن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الترمذي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. لا يدخلون ضمن من يسأل هذه الأسئلة، وهم من؟ هم الذين حققوا التوحيد. قيل: من يا رسول الله؟ كما في الصحيحين قال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون، يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم بالنار للعلاج، ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. فإذا قيل لك: كم عدد هؤلاء؟ فقل: ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته كما عند الترمذي قال: سألت الله عز وجل فاستزدته، فجعل مع كل 70,000. قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي يدخلون من أي باب؟ كما جاء في الصحيح: يدخلون من الباب الأيمن من الجنة. يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من الجنة. فحقيقة التوحيد يحتاج إلى تذكير، يحتاج منا إلى تذكير، لأننا في زمن الفتن، ولا يقف المسلم صامدا أمام هذه الفتن إلا بالتوكل على الله عز وجل ثم بتعلم التوحيد. أتدرون لما؟
أتدرون لما؟ لأن العالم يخاف على نفسه من الشرك، يجب على العالم أن يخاف على نفسه من الشرك، يجب أن يخاف من الشرك. فما ظنكم بالعام؟ قل لي ما دليلك؟ أقول لك ماذا قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من؟ إبراهيم نبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما ظنكم بالعالم؟ ولو تبحر في العلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فما ظنكم بعوام الناس ومع وجود الفتن والشبه والشهوات والبدع والخرافات التي تبث في هذا الزمن عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل؟